لمزيد من النقاش والتحليل أرحب بضيفي من واشنطن الكاتب والباحث السياسي السيد إيهاب عباس. سيد عباس أهلا بك معنا في هذه الساعة، وكيف تعلق حتى اللحظة على ما جاءت على ذكره كاميلا هاريس؟ هي لا تتحدث حتى الآن إلا عن بايدن وما قام به من خطوة الانسحاب وما قدمه للأمة الأمريكية وأنه سيعود لمهامه بعد التعافي من كورونا. نعم أهلا بحضرتك أستاذة صبيحة. أعتقد الخطاب منطقي جدا، يعني هي لا تريد أن تتحدث بصورة أنها مرشحة محتملة للحزب الديمقراطي لخلاف بايدن في حملته الرئاسية، وفي نفس التوقيت يبدو أنها لا تريد أن تتحدث عن أي برنامج انتخابي أو أي من هذه الأمور. هي فقط أرادت أن تعطي لجو بايدن ما يستحقه من كريدت أو من مدح إنجاز التعبير لقدراته وأدائه الرئاسي وإلى آخره، وتطمئن الأمريكيين بأنه مستمر في أداء منصبه حتى نهاية فترته، لأن تعلم حضرتك هناك مطالبات جمهورية اليوم صحيح. بتنحي جو بايدن عن الرئاسة أصلا، لأنه يعني يقولون طالما أنت لا تستطيع أن تستمر في الحملة الانتخابية الرئاسية إذن أنت في المقابل أيضا لا يمكن أن تكون رئيسا في هذا التوقيت. فأعتقد الخطاب منطقي في هذه المرحلة، بالإضافة إلى أنه يبدو حتى اللحظة بالرغم من كل ما نسمعه من إجماع ديمقراطي على أن كمالا هاريس هي التي ستقود السباق، يبدو أن هذه المسألة أيضا غير واضحة المعالم للديمقراطيين. نعلم أنها حتى اللحظة لم تحصل على دعم من باراك أوباما مثلا، لم تحصل على دعم من نانسي بيلوسي، الأمور ما زالت تسير في هذا الاتجاه. حول ما أشرت إليه لكن الآن الساعات القادمة صحيح سيد إيهاب، يعني حتى هذه اللحظة نتحدث عن كامالا هاريس كمرشحة من بايدن ومرشحة محتملة عن الحزب الجمهوري. ننتظر طبعا مؤتمر الحزب الذي سيعلن فيه عن مرشحه بشكل رسمي. حتى اللحظة أوباما صامت، نانسي بيلوسي صامتة، كيف نفهم ذلك؟ يعني في أي الاتجاهات هذا يقود المشهد، هذا الصوت؟ نعم نعم صحيح. يعني شوفي أستاذة سبيح، كمالا هاريس لم تحصل أصلا على دعم حتى باراك أوباما عندما تم ترشيحها كنائب رئيس جو بايدن في الانتخابات السابقة، لم تحصل على هذا الدعم، لم تحصل على يعني موافقة من باراك أوباما. فربما باراك أوباما له مآخذ على كمالا هاريس بشكل أو بآخر، ربما الأمر ينسحب أيضا على نانسي بيلوسي وعلى بعض القيادات الديمقراطية الأخرى. إذا لم يستطع الديمقراطيون أن ينهوا هذه الخلافات في أسرع وقت ممكن، وهنا أتحدث في خلال يومين أو ثلاثة لا أكثر من ذلك، سيدخل في معمعة يعني انتشار أوسع لفكرة الاعتراض والرفض لكمالا هاريس، تظهر معها ربما أصوات من قيادات ديمقراطية أخرى تطالب بشخص آخر بديل. طيب يعني فصل لنا هذه النقطة سيد إيهاب، لأنه كثيرون بالأمس يتعاملون معها كمرشحة وحيدة عن الحزب الديمقراطي بعد تسمية بايدن لها، هل وارد أن تكون هنالك أسماء أخرى تطرح، أن يكون هنالك مرشح بعيد عن كمالا هاريس، أم أن الوقت الآن ليس بكاف للقيام بهكذا مغامرة جديدة؟ طبعا الوقت غير شيء، اتفق تماما، لكن الساحه مفتوحه للجميع، كل من يريد يتقدم، لكن المشكله سيتقدم وماذا سيفعل بعد ذلك؟ هل سيحصل على ترشيح الحزب في النهايه؟ هل حتى لو حصل على ترشيح الحزب لديه قدره على منافسه دونالد ترامب؟ وبماذا سينافسه؟ سينافسه ببرنامج جو بايدن الانتخابي ام ببرنامجه هو الانتخابي؟ وبرنامجه الانتخابي اذا كان شخص جديد اصلا على الساحه تماما، ماذا وراء هذا البرنامج الانتخابي؟ فأنا أعتقد أن الأفضل للديمقراطيين هو دعم كمالا هاريس. سيدة موجودة في المطبخ الرئاسي أكثر من 3 سنوات و8 أشهر، تمارس العمل السياسي عن قرب داخليا وخارجيا، لديها تواصل مع كل الوكالات الفيدرالية والوزارات المهمة وغير المهمة، لديها تعامل مع كل القيادات الديمقراطية، لديها ظهور في المحافل الانتخابية والمحافل السياسية والمجتمعية إلى آخره، فهي تعتبر الأنسب. لكن الفكرة هي الأنسب ولكن هي الأفضل سيد إيهاب، لأنه كثيرون يقولون كنائبة، كانت نائبة رئيس باهتة الحضور، كسياسية لديها قصور في تبيان حتى أو توضيح مواقفها في السياسة الداخلية أو الخارجية، وكمرشحة لا فرص لها أمام دونالد ترامب. يعني إلى أي درجة اليوم هذه القراءات هي صحيحة؟
صحيحة من وجهة نظري بنسبة لنقل 99.9% يعني صحيحة جدا. طيب. لأنه يعني وضعها صعب. وشوف أستاذة التسبيح اليومين القادمين سيخرج لها الجمهوريون كل ما لذ وطاب من المآخذ عليها طوال عملها السياسي والقضائي والنيابي، كل شيء ستخرج وستجد نفسها في بحر من الاتهامات والمواجهات الصعبة مع الجمهوريين، لن تستطيع معها حتى أن يعني تخرج رأسها من المياه كي تجيب على كل هذه التساؤلات. الوضع لديهم صعب جدا لدى الديمقراطيين، وكمالا هاريس شخصية ليست قيادية وليست كاريزمية، وعليها مآخذ كثيرة حتى في سياسات الهجرة الداخلية وسياسات الأمن الداخلي وبعض الملفات الخارجية. يعني هي لن تقدم جديد ولن تستطيع أن يعني يدركها الوقت ويسعفها كي تقدم شكل واضح وملامح لسيدة قوية من الممكن أن تكون هي رئيسة الولايات المتحدة، لأنه سينظر لها دائما على أنها الاستبن البديل الذي تم المجيء به وسحبه مباشرة إلى محاولة يعني عدم خسارة الانتخابات الرئاسية. على كل حال سنناقش في سياق ساعاتنا الإخبارية اللاحقة تفصيلا ما يتعلق الآن بكاملا هاريس، حظوظها أمام الديمقراطيين في مؤتمر الحزب وأمام دونالد ترامب في الانتخابات القادمة. على كل حال، الله في من واشنطن الكاتب والباحث السياسي سيد إيهاب عباس، لك جزيل الشكر على هذه الإضاحات.